بالنسبة لي أعتبر نفسي ملك البرنامج. ليش؟ لأن أنا أعرف إيش وقت أجيب مشاهدات مثلاً، إيش وقت أقدر أحصل دعم، إيش وقت أقدر أكون حماس، وقت أقدر أكون كذا. لكن الأسف ناصر حسده قام يقاطع. وين قاعد أنت الملك والملك؟ بس اسمعني هو هذا كان الملك نرفزة العالم. أنت تعرف الجمهور العراقي مثل الموس، أي كلمة يضوج من عند هان الملك وياهل يحكي عليك نزلت بي فيديو تعبت نفسيتك ورجعت لي ورد. يا ملك احنا وين قاعدين حمورا بعدنا شنو؟ نبخذ الدكتور سحاري بس لحظه سوالف وضحك وخلص. تعقيبا على كلامك قلت لك من منظور شخصي. ما يصير من منظور شخصي. العظمه دربالك لا انت ملك وصعدت لهاي المملكه بجهود انامل هاي الناس الطيبين اللي يحبوك. طيب اوكي اليوم بس اذا اخوك الكبير تقول له اليوم اذا بديت اخوك الكبير وهو اكبر من عندك هسه بس تختلف علي بس خلصوني هسه انت العراقيين هنا ليش اي رئيس يصير يقتلونه؟ لان ما يريد واحد يسلط عليه. يا ابن الحلال بس خل اكمل سالفتي. رايد انا عطيت ابو شاهين عين. حسدت انت حسدت قلت ما يحكي قلت الصغار شوف الصغار بابا انا اخوك احبك انا ملك شعبي تنرفز يحاربك.